الشخص ده يمكن هو من الشخصيات اللي بتحب تلعب على التيكت برايس العالي دايما. كان اول ما ابتدينا شغل مع بعض يقول لي بص سعيد انا غرضي حاجه واحده، عندي يبقى عندي 5 رويال كاستمرز موجودين معايا، مش هقعد اهلك مع كل الناس دي، انا عايز واحد اخده واقعد اشتغل معاه واجيب له النتورك بتاعته، ومش عايز ليدز، انا عايز دول اللي اكمل بيهم على طول. ويمكن من ده من الاسباب ان هو كان ون اوف ذا توب اتشيفرز معانا السنه اللي فاتت، وبرده هو موجود معانا دلوقتي از توب اتشيفر. الشخص ده هو مستر جلال. طبعا الاول انا بشكر طبعا سعيد وساري وطبعا خليل، كل واحد يعني قرر ان انا اتكرم النهارده، ان انا ما كنتش متخيل ان انا ده هيحصل. يعني انا اتفاجئت، كنت مع اسلام ابراهيم انا ساري اكيد ضد كنت مع اسلام ابراهيم بيقول لي لا انت كنا مع بعض كده في مشوار بره، كان ده من اسبوعين، بقول له يا عم لا ما تشوتهالي يعني، قال لا والله، بقول له ليه مش عارف. ف بص والله يعني خلينا نقول ان باك يارد مختلفه، يعني انا يمكن انا شغال من سنه 2005 وكل الشركات اشتغلت فيها كان مالتي ناشونال، يمكن يمكن الحمد لله رب العالمين. انا شخص مش اول مره اتكرم، مش في باك يارد، يمكن في مرسيدس بنز اتكرمت ومعايا شهاده من المانيا، يعني حاجات كده يعني في شغلي، وكان في غبور كان زمايلي معايا قبل كده يعني زمان، الحمد لله رب العالمين. بس انا ما اعرفش طول عمري بحب الشقه، يعني انا شخص يمكن خيال الهالي اول ما عرف ان انا هبارت المكان يعني وهبقى مع نفسي كبزنس اونر، يعني قال لي يا ابني وانت جوي شقه طول عمرك تظبط نفسك في حاجه وبعد ما تترستك تمشي، يقول انا عايز اعمل ادخل تشالنج جديده، انا دي شخصيتي. فمش معنى انا هنا اتعلمت حاجات، يمكن انا دخلت الريل استيت في اول مره في حياتي من سنتين ونص تقريبا، كنت جيت لي سعيد فمش عارف اصلا هو اختارني ليه ساعتها، ودايما بقول له كده تخططين ليه يعني، بس ربحتك كان دايما سبورت يعني، وخصوصا ان انت في البدايه لسه ما قدمتش اي حاجه وكان لازم تعمل سبورت، تعرف ان معد الناس اللي قدامك لازم اوعى تخسر الناس الكويسه، يعني شغلك في حياتك ان كان قلت من شويه حته الانسانيات دي هي دي مفتاح كل حاجه في حياتنا، علاقتك باهلك، علاقتك بشغلك، بزمايلك، بشركتك. يعني انا يمكن انا تقريبا 60 70% من البيع بتاعي بيبقى مثلا ريفيلر او ناس اصلا كان عملاء في مرسيدس بنز او قبل كده، يعني هم دول معظم الناس اشتغلت عليهم. انا كان قدامي ان انا ممكن اشتغل شمال، يمكن في المجال بتاعنا ده في ناس ممكن بتفكر في ده ويبقى ليها مكسب اكتر، لا صدقني والله الايثكس هي اهم حاجه، ان انت تدور المكان اللي انت فيه يكسب وانت كمان تبقى كسبان، وتبقى انت على اتليست وانت باصص في المرايه محترم نفسك، ده مهم جدا. على فكره انا كنت عملت السجل التجاري بتاعي في شهر 11 وانا مشيت في اخر 11، وسعيد عارف انا بايع تقريبا ب 40 مليون في شهر 12 او 11 تقريبا، وكنت اقدر يمكن كل واحد لو ساب نفسه شيطانه يا عم ده انت دخلها لنفسك واعمل لا الحمد لله رب العالمين، وان انا كنت شاري ان وقفه الناس معايا والتعامل المحترم والكلام ده، وانا عندي ايمان والله العظيم باك يارد يمكن لما خرجت بره يعني لا باك يارد والمديول بتاعها مديول محترم جدا، والناس كلها كلام كديفلوبر ده كله عارف لا باك يارد بتركز مع الكواليتي. يمكن انا واخد مدرسه باك يارد في الحاجات دي مع سنين الخبره، ان انا نفسي اعمل حاجه ونفسي ان انا يعني
اكون امسك ديل باكيرد كده ان شاء الله. بس لو نرجع بقى طريقه الشغل، ممكن سعيد حرقها في حته قال لك ان انت بتركز على عمل الرؤيه. هو انا البيع معلومه، لازم تبقى عارف يعني انت تيجي تشتغل مع العميل لازم تبقى فاهم ده ايه. انت لو ما عندكش معلومه العميل صدقني انت مش هتعرف تبيع له لو اتطبطبت. يعني انت اول حاجه يعني تيجي تعمل كول او انت تقعد مع عميل لازم يكون عندك بلان. بلان ايه؟ ان انا افهم الراجل ده، افهمه، وبعد كده ستيب 2 افهم الراجل ده عايز ايه، وبعد كده ابيع له. هتتصل بحد عشان تبيع له؟ والله العظيم ما هتبيع له من الاخر. يبقى انت هتحرق ليد وهتحرق ده وقت من حياتك ملوش اي لازمه. فلا الحمد لله رب العالمين. انا يعني انا مثلا في واحد يمكن بعتها 30 او حاجه 30 كان اسمه انا مش فاكره، وبقى حبيبي يعني علاء. لا مش علاء، اسمه عبد الرحمن. عبد الرحمن انا عرفت من واحد صاحبه ان هو واخد كارت من السعوديه وعايز يجي يشغل الكارت ده في اي حاجه يعني تقريبا معاه كفيل. يعني هو كان قصه كده يعني، بس انا عرفت ان هو معاه تقريبا 11 مليون ريال. والله قلت وحياه امي خلصهم ولسه على فكره يعني مش سايب الراجل ده. فدي معلومه يعني ممكن فاني، بس لا معلومه بتشتغل عليها. عارف الراجل ده معاه فلوسه جايه مصر يشتري ليه؟ يعني مصري بيشتري ليه؟ يعني انا مثلا في واحد بعته يقول لي مثلا لو عندك لونش يبقى كلمني. ده يعني ما ينفعش تسيبه اصلا. ده واحد هو بيقول لك لو في فرصه يبقى كلمني. ده يا باشا انا لازم لك، ولازم يكون عندك تركيز كامل لكل عميل. عندك عند بوتنشال، ما انت لازم تقسم عميل بوتنشال وعميل مش بوتنشال وعميل ممكن يبقى يشتري بقى ايا كان. بس انت معلومه هتفضل عليها. ده لكل سيلز، كل سيلز جديد انت لازم تبقى عارف انت عايز ايه. بس هي دي اهم حاجه. شكرا مستر جلال.